السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. الحال زوين اليوم عندنا الحمد لله. النهار كله هي كاينه السميشه. شوفوا دابا هذا انا هنا في السرجم ديالي، ياك ماشي من ديك الجهه الاخرى الكوزينه، الجهه هذه. وهذا الموبل اللي هنا شوف غنكبروا، هذا اختي الله يرحمها كانت ساكنه هنا. تصوروا كنت ديما كنجي نوقف هنا، كنهز التليفون مسكينه كطلع عليا من هنا، كنقول لها اجي، كتقول لي لا اجي انت، كنقول لها لا اجي انت مسكينه. عرفتي قليل فين كنجي لهاد الجهه، هنا بيت بنتي قليل، كنبغيش نتفكر بزاف. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. الله يرحم امه المسلمين. ايوا دابا نجيو للكوزينه نطيبو. دونك عندي هنايا نص كيلو ديال الكفته العجل، وعندي القزبر معدنوس، كمون، سكينجبير، الملح، زيت العود يعني زيت زيتون، واحد البصيله صغيره، واحد جوج رويصات ديال الثومه اللي حكيتو. غادي نخلط هادشي مزيان، خلط ومن بعد غادي نزيد عليهم بيضه. ودابا غادي نخلط ونجلط. في الاول غادي نخلط بشويه، دابا خص البيضه تدخل، فوالا نخليها شويه لو طون لي البطاطا هي تسلقات. نقيتها وقطعتها حتى هي هكايا دي ترونش غوند مدورين، وندير كرات ديال الكفته ونقرصهم ونبدا نحط فيهم هكا، نحطهم واقفين. دونك نحط الاولى وهكا نوقفها وندير حداها البطاطا، نعاود ندير وحده اخرى، يعني تاخدي وحده تكون ما شاء الله ماشي غير صغي كره. وندير حداها حتى هي البطاطا هاكا، ونبقى غادا هاكا، وحده كفته وحده البطاطا، وحده كفته وحده البطاطا، حتى كنعمر البلا ديالي. ديما شوفي البلا اللي يجيك هو هذاك. تناخذ معلقه ديال الزبده ذوبتها وتنكبها من الفوق. هذيك الزبده بلديه كتجي زوينه، راه بحال ديال المغرب زوينه. فوالا ندخلها للفران. دابا من بعد عندي هنا لي شامبينيون لي فخي، تنديرهم في كاسرونه، نكب عليهم معلقه كبيره ديال الزيت، زيت الزيتون، زيت العود، شويه ديال الملح، ونخليهم شويه يتحمروا. فوالا هكا تيهبطوا شويه، ونكب عليهم كريم فريش ليكيد. هنا نعصر عليهم الحامض، نص حامضة، مزيان هكا صافي. تا كيغلى كيشد، ما درت فيه لا هادي لا هاديك. دابا عاد غندير شويه ديال البزار، فوالا وصافي. ها هي لاصوص ولات على مزويناتها، ما جدتش فيها لا داك مايزينا ولا شي حاجه، والو غير هي صافي. دابا تيكون هذاك ديك الكفته وديك الشيء هي طابت، ماشي طابت الكفته اللي طابت، وتطلقها تطلق داك الزيت ديالها تاعي. نتسنى شويه هذيك لا كريم تبرد غير شويه، رقصها صافي، ونكب هكا في الطبيصلات. كل واحد الطبيصيل ديالو بالديكور، بنتي اللي دارت الديكور. وبالصحة والرحب ونبيتي، إن شاء الله تعجبكم.